دكتور من التضارب في التصريحات من قبل إثيوبيا، عندما يتحدث على سبيل المثال وزير المياه وري والطاقة الإثيوبي ويقول بأن التصريحات فيما تتعلق بعملية ملء السد هي كانت تشير إلى صحة صور الأقمار الصناعية للسد من دون تحديد مصدرها أو مصدر هذه الصور. بعد ذلك يتحدثون عن وجود أمطار وليس البدء في عملية الملء لهذا السد، ثم بعد ذلك أيضا يقول وبشكل واضح بأن عملية التعبئة الأولية للسد لا تتطلب موافقة أحد وهي ليست جزءا من هذه المفاوضات. هذه عينة من هذا التناقض، كيف نفهمه؟ ممكن نفهمه من عن طريق نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي استهتار شديد بقدرات مصر الدفاعية والدبلوماسية والسياسية عموما، يعني الناس دي مستهترة تماما بالأخ السيسي وبحكومة الأخ السيسي. النقطة الثانية أن إثيوبيا نفسها في حالة فوران شديد، في حالة انقسامات، يعني من يتصور أن هناك حكومة نافذة السلطة في إثيوبيا وتتخذ القرارات بشكل هرمي احترافي كأي حكومة في حالة جيدة من العمل؟ هذا ليس موجودا. هناك مشاكل ضخمة سواء داخل الحكومة أو داخل البلد كلها، وفي هذا يجب الإشارة إلى أن صمت السلطات المصرية عن استخدام التناقضات الداخلية الموجودة في إثيوبيا، وفي تفاصيل كتير لو حبيت أقولها لك يعني، إنما هذا الصمت مريب وغريب الشكل. أين هي المخابرات اللي قاعدين يقولوا لنا دي من أحسن مخابرات العالم؟ بتعمل إيه بالضبط في هذا الموضوع؟ في خلافات شديدة في قبائل بني شنقول ذات الأصل العربي اللي السد مقام على أرضها. هذه القبائل يعني بتترجى إن مصر تتبنى قضيتها والأرض اللي سرقت منها، قصص طويلة عريضة. لكن خلاصة الكلام أن مصر مع كل البهدلة اللي عملناها بسبب يعني حكاية 2015 وإن الأخ السيسي يروح يوقع بنفسه والكلام ده، لكن حتى الآن لا تزال هناك فرص جيدة للغاية للوصول إلى نتائج أفضل، والحكومة المصرية ودن من طين وودن من عجين. طيب، هل من الممكن أن نقول بأن هذا التناقض حسب ما ذكر البعض هي بالون اختبار من قبل إثيوبيا حتى يقيسوا رد الفعل المصري إذا ما أعلنوا بشكل رسمي وواضح عملية الملء؟ ممكن جدا، لا أستبعد هذا سيناريو وارد يعني بالتأكيد. طيب، أنت تتحدث بأنه لا زالت هناك فرص لدى مصر، ما هي طبيعة هذه الفرص؟ وهي حتى الآن يعني على الأقل لم تلوح بالانسحاب من الاتفاقية في ظل هذا التعنت. شوف حضرتك، هقول لك على أفضل فرصة موجودة دلوقتي اللي أنا ألمحت إليها. بني شنقول دولت بيقولوها بني شنقول، دول ناس اصلا عرب وكان لهم قصه طويله وكانوا تابعين للسودان، عرب سودانيين يعني، وبعدين اتخذوا في اثيوبيا. الجماعه دول الارض بتاعتهم السد مقام عليها. الجماعه دول حسب بعض التقديرات عددهم بالملايين، ربما 5 مليون. الجماعه دول زعماء القبائل بتوعهم وبعضهم هنا في امريكا حاليا وعلى اتصال ببعض افراد المرموقين من الجاليه المصريه، ويعني بيترجوا الحكومة المصرية أن تتدخل. عايزين باختصار عايزين سلاح. جميل، أنا دلوقتي مش بدعو للسلاح ولا مش سلاح، أنا بقول لحضرتك هو شغل المخابرات بيحصل كده. إذا أنت حضرتك قاعد تقول لي جاي وزير الخارجية بتاعك يقول لك أصل إحنا إيه، كل الاحتمالات مفتوحة. كل الاحتمالات مفتوحة دبلوماسيا معناها إن أنا لا أستبعد الحل العسكري. واضح ان انت غير قادر على الحل العسكري، لكن هذا حل. ولكن حتى الان حتى النظام لم يلوح حتى بشكل من قريب او من بعيد بهذا الحل، على عكس مثلا ما يحدث في ليبيا. الوضع الاثيوبي لم يلوح باي شيء يتعلق بالحل العسكري كخيار. بص، هو الكلام اللي انت بتقوله عن المقارنه بين وضع في ليبيا ووضع في اثيوبيا ده قصه ثانيه، وطبعا يعني برضو قصة سخيفة. إنما اللي بقول لحضرتك عليه إن وزير الخارجية المصري قال في أكثر من مناسبة إنه جميع الاحتمالات مفتوحة دبلوماسيا، هذا يعني أننا لا نستبعد الحل العسكري.
فأنا إجابة على سؤالك مرة أخرى اللي هو حضرتك سألته لي، نقدر نعمل إيه؟ المخابرات بتاعتنا تقدر تعمل إيه؟ الأجهزة الدبلوماسية تقدر تعمل إيه؟ طالما إن إحنا فيما يبدو لي بوضوح شديد غير قادرين على حل عسكري، نظرا لتعقيدات كثيرة ليس هذا محل ذكرها الآن يعني، إنما نحن قادرين على العمل المخابراتي، نحن قادرين على أن نؤيد بني شنقول هذه ونحدث مشكلة كبيرة لإثيوبيا بحيث إن إحنا نضطرها للتفاوض. هو دايما الشغل كده. في بعض التقارير بتقول لك قال إيه، مش عارف ظبطوا شحنة ولا بعتنا شحنة لناس في إريتريا فيها شوية بنادق ومسدسات وبتاع، ده كلام فارغ طبعا. في بعض تقارير أخرى اتكلمت عن احتمال أن مصر تفرض حصار بحري على إثيوبيا بحيث أنها تمنع الصادرات والواردات. أنا شخصيا أتشكك في مثل هذا الحل، وأرى أنه أحسن حل أن نتدخل أولا لمساندة بني شنقول. هذا حل واضح. نعم. وحل فيه، تسمح لي، حل القانون الدولي مش ضدك فيه، دول ناس بتطالب بأرضها وأرضها مقام عليها السد اغتصابا. وبعدين حلول أخرى، إثيوبيا ليست دولة. يعني تخيل بقى إن حاجة ليست دولة بتحط إصبعها في عين النظام المصري.